خلونا نستقبل رسالة صوتية ونرجع نكمل مع حضراتكم. ازيك يا أسامة، عامل ايه؟ انا اتجوزت وانا عندي 22 سنة، انا دلوقتي عندي 23 سنة. بعد ما اتجوزت، قبل ما اتجوز الاول ما كنتش بحب، يعني ما كنتش انا وجوزي اللي متجوزة دلوقتي ما كناش بنحب بعض، مجرد ان هو قريبي وانا قريبته، ان هو تقدم لناس تانية ورفضوه كده. هم قالوا ان بسبب مشكلة في الشقة، وانا ما شفت الشقة ما عجبتنيش، وهم غيروا الشقة، وما كانوش بيغيروا الشقة لحد، يعني غيروه لي انا. حصل مشاكل كتير جدا طول الخطوبة، كان كل ما يحصل مشكلة كان يجي يبوس ايدي وحقك عليا ومش عارفة ايه، حتى مرة رميت له الذهب. هو كان بخيل جدا جدا، مرة رميت له الذهب وهو برضو جاء وقال لي لأ، أنا آسف ومش عارفة إيه. وكان كل مشكلة كانت مامته، ومامته تبقى قريبتي كانت تقولي معلش حقك عليا، وبابا كان يتصل بيا يقولي حقك عليا. بعد كده اتجوزنا، للأسف من أول ما اتجوزنا كل يوم خناق، مرة فتح لي دماغي، مرة ضرب. انا عارفة بسبب ايه، بسبب ان هو عنده مشكلة لحد ما، يعني العلاقة الزوجية ما كانتش بتحصل، لحد ما اصبرت عليه واهلي قالوا لي لا ما ينفعش تطلقي دلوقتي ومش عارف ايه. فضلت رايحة مع جاية معاه مع الدكاترة، كل شوية نروح لدكتور شكل. بعد بقى كل الدكاترة اجمعوا ان هو ما فيش امل في الخلفة، انا قلت لهم ان انا عايزه اتطلق، بيقولوا لي انت اللي بايعه وانت اللي مش عايزه، وهو بيبعت لي رسائل بيقول لي حرام عليك انت ظلمتيني. انا مش قادره استحمل، ومش موضوع خلفه وبس، موضوع بخل، موضوع ذل، موضوع ضرب، موضوع اهانه، موضوع ان هو بيطلع ضعفه على جسمي، يعني ضعفه على جسمي، موضوع حاجات كتير جدا، موضوع ان انا مش مبسوطه ومش مرتاحه. لو كان في اي حاجة حلوة من الحاجات دي كنت كملت معي. هو دلوقتي شايفني ان انا ظلمة، ومامته بتبقى قريبتي شايفة ان انا ظلمة. انا مش عارفة اعمل ايه، انا تعبت ومش عارفة اعمل ايه. احنا خلص وقفنا على الانفصال، بس هما كل يوم بيكلموني بيحاولوا يعملوا معايا يعني زي رجوع. انا مش قادرة وتعبانة، ويعني جدته كلمتني في التليفون وقالت لي حرام عليك انت بتخربي بيته، انت مدام انت كرهاه قوي كده انت ليه اتجوزتي، مع ان انا ما كنتش كرهاه وساعدته كتير، وساعات كان بيتهرب مني في موضوع الحقن وموضوع العلاج، وساعات كان بيخليني اجري ورا في الشارع، وكان بيخليني امشي في الشارع معيطه، وساعات كان مثلا يبقى معاه فلوس في البيت وابقى انا محتاجه حاجات في البيت وما يرضاش يديني فلوس يقول لي اتصرفي، بحكة ان هو بيحوش. وانا مش عارفة اعمل ايه دلوقتي. انا شايفة نفسي ان انا مرتاحة، وشايفة نفسي ان انا مظلمتوش، بس انا خايفة، يعني خايفة. هو عمال يقول لي انتي لما تطلقي دلوقتي انتي مش هتتجوزي واحد غير واحد مطلق او واحد ارمل. في حقيقة الامر احتمال كبير جدا لما تيجي تتجوزي مش هتتجوزي غير واحد مطلق او واحد ارمل، احتمال، انا بقولش بنسبه 100%. انما تعالي نرجع لاصل الموضوع. انت اختلط عليا الامر بس في الرساله، بين انه هو في العلاقه الحميميه ما بيعرفش، ولا في العلاقه الحميميه بيعرف ولكن ما بيخلفش. كتير من الناس بتخش في جوازات وربنا ما بيكتب لهاش خلفه. في ناس بتقرر انها تكمل، لو في مشاعر وفي حب وفي رباط عاطفي ما بينهم وبين بعض بيكملوا، انما اللي ما بيعرفش ما بيكملوش. حتى لو في رباط عاطفي مش هينفع، ده خلاص ما بيعرفش. فالفرق هنا كبير جدا. طيب خلينا نقول ان هو يعني ممكن يقيم العلاقة الحميمية ولكن ما بيخلفش. قلنا اللي بيستمروا في العلاقة وبيضحوا بالخلفة اللي هم أساساً كانوا عايشين مستريحين وبيحبوا بعض، وبيبقى قرار في تنازل قوي جداً علشان الحب. إنما لما تكوني مش بتحبيه وبيضربك
وفتح لك دماغك وبيهينك وبخيل وبيتهرب من العلاج، وانت من جواكي قلتي انا مستريحة كده بس خايفة ان انا ما اتجوزش جوازة تانية عدلة. طيب لو ما اتجوزتيش جوازة عدلة، لو اتجوزتي واحد مطلق او اتجوزتي واحد ارمل او اتجوزتي واحد عادي ايا كان، هل ده قد يكون احسن من الوضع اللي انت فيه ولا لا؟ ما هو الوضع اللي انت فيه ده اللي انت وصفتيهولي من كلامك في منتهى السوء، محدش يتقبله، يعني إهانة وضرب وبهدلة ومرمطة وعلاقة حميمية ضيعة وخلفة مفيش وبهدلة. لا على فكرة الصعبانيات ما بتعملش حياة، فممكن يكونوا داخلين لك من حتة الصعبانيات دي، حرام عليكي وحرام عليكي وحرام عليكي. لا زي ما حرام عليكي الراجل، فكري برضو حرام عليكي نفسك ولا لا. أنا ما بحبش أخرب البيوت، إنما برضو في النهاية القرار أنا ملاحظ كده إن حضرتك واخداه مسبقا ومستنياني أدوسلك على الزرار عشان أقولك جاهد وامشي في اللي أنت بتفكري فيه.